صباح الخير، اليوم احنا استشارة على الهواء، رح ناخد اتصالاتكم بأي موضوع بخص التغذية. تقدروا تتصلوا معنا، الأرقام رح تبين بأسفل الشاشة. عندكم أي استفسار بخص الوزن، الرجيم أو أي موضوع بخص التغذية، بنقدر نستقبل اتصالاتكم. بس اليوم رح أخصص شوي الموضوع للأشخاص اللي عندهم نحافة شديدة أو عندهم مشكلة في زيادة الوزن. دايما بيقولونا أنه أنتوا دايما بتخصصوا كتير حلقات عن مشكلة السمنة وزيادة الوزن والرجيم لتخفيف الوزن، وعم ننسى شوي الأشخاص اللي عندهم نحافة شديدة. إحنا بنحكي بهذا الموضوع شوي ممكن بزيادة الوزن والسمنة أكتر، لأنه نسبتها أكتر بكتير من الأشخاص اللي عندهم نحافة، بس عشان هيك اليوم ما رح ننساهم. بس برضو أي شخص حابب يسأل أي سؤال بخص التغذية والرجيم مش متعلق بتخفيف الوزن، برضو أهلا وسهلا باتصالاتكم، وأي استفسار تقدروا تسألوا عنه. لحد ما يجي أول اتصال وأول استفسار، رح أعطي شوية معلومات صغيرة أو طرق بسيطة للأشخاص اللي بيعانوا من نحافة شديدة وحابين يزيدوا وزنهم. بس قبل ما نعطي هاي نصائح، رح نحكي مع مريم من العقبة. هلو مريم. هلو، صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. معلش أنا هلأ حامل. أها. أعرف إنه شو هلأ الحبوبات لازم أخذها غير السكر؟ أنا ما بقدر أخذهم حبوب لأنه عندي زي حساسية من بعض الأشياء، فبدي أخذ الخضرة والهاي الأشياء التغذية، كيف إنه بدي أحافظ على وزني طول ما أنا. أوكي، أنت أي شهر مريم هلأ؟ بالرابع. بالرابع، اوكي. كنتي تاخذي فوليك اسيد فوليت ولا ما كنتي تقدري؟ ما كنت اقدر اخذ. ما كنتي تقدري، اوكي. هلا انا بجاوبك، وزنك طبيعي؟ ما كان عندك سمنه قبل الحمل؟ قبل الحمل كان وزني 58، هلا 57. 57 هلا؟ لا 57 قبل الحمل. 59، اوكي اوكي. هلا الان 67. قبل الحمل كان 58 وبعد الحمل صار 67. الان 67. أوكي. وانا بالشهر الرابع. اوكي، ولا يهمك، هلا بجاوبك. اوكي مريم، هلا بالنسبه للحمل، هي فتره كتير مهمه ولازم نركز على التغذيه السليمه. بما انه انت ما بتقدري تاخذي حبوب، اول 3 اشهر بنركز على الخضار الورقيه. قولي مرقتي هاي المرحله فيها احنا عشان موضوع الفوليك اسيد، وهو منتشر بالاغذيه كتير. عاده الاطباء بيعطوا فوليك اسيد عشان تكون النخاع الشوكي عند الجنين، ولكن بما انه مرقت هاي الفتره بدنا نركز على الفتره اللي جاي. هلا كتير المهم نركز على الخضار والفواكه، لانه كتير من الحوامل بنصابوا بالإمساك، فما بدك تنسي المي وشرب المي والسوائل. بدنا نحاول توصلي تقريبا 6-7 أكواب من المي يوميا. نخفف من القهوة والشاي والكافيين، لا ينصح خلال فترة الحمل. بدك تاخدي البروتين بكمية مناسبة، لأنه مهم جدا لنمو الجنين وعشان ما يصير في عندك نقص في العضلات. ما يعني بروتين، ما عم نحكي إنه تاكلي جاج ولحمة بكميات كتير كبيرة، ولكن بده يكون في عنا قطعة على الغداء من الدجاج واللحوم والفواكه كمان بناتها. هلا بقى رح أعطيكي نصائح تانية وتقدري تشوفي الفيديوهات على اليوتيوب. معنا اتصال تاني، ميسون من العقبة كمان. أهلا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، كيفك ميسون؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. كيف الجو بالعقبة؟ الحمد لله منيح. تفضلي. لا الحمد لله. تفضلي. شكرا لك أول إشي على معلوماتك. أهلا وسهلا حبيبتي. بدي أسألك سؤالين معلش. تفضلي. أول سؤال، بنتي عمرها 5 سنين. بدها تبلش بالسادسة. إيش معها؟ عندها إمساك شديد. إمساك شديد؟ أوكي. استخدمت لها ملينات وما في فايدة. أوكي، في أي مشكلة صحية عندها ولا فقط إمساك؟ لا فقط إمساك، ما في أمراض تانية؟ لا 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 لا. أوكي. والسؤال الثاني، تفضلي. زوجي يعني على الرغم انه بياكل 3 وجبات وبياكل طبعا في خلالهم بتخللهم اشياء، الا انه نحيف جدا، يعني وزنه 64 كيلو. اوكي، هلا بجاوبك على سؤال النحافه اللي هو موضوعنا اليوم، ولا يهمك.
أوكي. يسلموا حبيبي. أهلا وسهلا. أهلا ميسا. هلا بالنسبة للسؤال الأول الإمساك، إحنا كمان في حلقات كتير على اليوتيوب على موقع طبعا رؤية، تقدري تشوفي حلقات عن الإمساك، ولكن كنصيحة تركزي على المي كتير. إذا بتشرب حليب بكميات كتير كبيرة تحاولي إنه تاخد 3 أكواب من الحليب يوميا. الفواكه اللي كتير مناسبة للإمساك عنا العنب والبردقان والتفاح، وبرضو الخضار على قليلة كوبين باليوم. بالنسبة لموضوع النحافة، الأشخاص اللي عندهم نحافة شديدة عادة بكون عندهم إحنا بنسميه الميتابوليزم أو البي إم آر أو معدل الأيض عندهم طبيعيا وراثيا يعني بجينيا بكون شوي أعلى من الأشخاص التانين، يعني بيستهلكوا طاقة أكتر أو بيستخدموا سعرات حرارية أكتر لأعضاء الجسم. يعني في أشخاص تانين بكون ما بياخدوا هاي الكمية كبيرة من السعرات الحرارية، ما بيحرقوا قد عشان يخلوا الجسم يعني يحافظ على الأعمال الحيوية الموجودة في الجسم. فعشان هيك بدهم ياخدوا 3 وجبات، هاي الوجبات ممكن نزيدها شوي وتزيد الكمية شوي. رح أرجع أحكي عن موضوع النحافة، بس ناخد الاتصال الثاني. هلو. هلو صباح الخير. صباح الورد. أهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا. هلا فيك. بس بدي أسأل عن ابني عمره 6 سنين. أوكي. هلأ باكل حمص كتير. أوكي. قالوا لي بعمل مقرص وباكل بيض كتير، يعني بالعطل لازم بيضتين يأكل باليوم. أها. بيأثر عليه هذا الحكي؟ هو عنده رولا، هو عنده نقرس؟ لا، هو هم قالوا لي اللي باكل حمص كتير بصيبه نقرس. اوكي. لا اوكي ولا يهمك، هلا بجاوبك. لا ما تخافي، الحمص مفيد جدا، غني بالبروتين والالياف، وبرضه البيض مفيد جدا فيه فيتامين دي موجود بالصفار، ما رح يصير عنده نقرس. احنا الاشخاص اللي عندهم نقرس او ارتفاع في اليوريك اسيد بنقول لهم يخففوا من البقوليات وشوي من البروتين، بس ما رح يصير في عنده نقرس، ما تخافي عليه. رح ارجع شوي لموضوع النحافه، نجيب شوي بعض الحلول. حكي انا عارضه هون شوي من انواع الفواكه المجففة. كتير صعب بدي أركز على موضوع معين، إنه عندهم نحافة شديدة بتغلبوا شوي، بحسوا إنه معدتهم مليانة لما يجوا يأكلوا وجبات. هذا إشي طبيعي خاصة بأول فترة من تعديل النظام الغذائي، بدهم يركزوا على أغذية فيها سعرات حرارية شوي أعلى من يعني الفواكه التانية، ياخدوا حصص أكتر منها. في عنا مشمش، التمر، المكسرات اللي ممكن تنضاف على أنواع السلطات مثلا، مش ضروري سلطة عادية، يكون سلطة مضاف عليها زيت زيتون، يضاف عليها أنواع من المكسرات أو البذور. كمان عندنا الأجبان ممكن تنضاف على السلطات زي الأجبان الصفراء، الموتزاريلا، أو نزيد الكمية بالسندويشة، يعني بدل ما نحط شرحتين من الجبنة شوي شوي نسيل على مدة أسبوع نزيدها شوي، نحط مثلا 3 شرحات، يعني نحاول بكل وجبة نزيد شوي من الأغذية اللي فيها شوية سعرات ونزيد الكمية نتفة صغيرة عشان نزيد من الوزن. وبرضه رح نحكي عن أنواع الحلويات بعد ما ناخد هذا الاتصال. هلو. هلو مجد. صباح الورد. أهلا ماجدة. أهلا من عمان. أهلا أهلا، بشكرك على النصائح اللي بتعطينا إياها. أهلا وسهلا. أنا عندي ضعف شديد في أظافري وشعري. أوكي. لو أخذ كبسولات زنك تمشي الحال؟ كبسولات زنك أو فيتامين إيه، مش عارف يعني. من جديد سابق ولا من زمان؟ لا من زمان. من زمان. أوكي. هلا رح أجاوبك ولا يهمك ست ماجدة. أهلا أهلا. هلا بالنسبة لموضوع الأظافر والشعر، هذا موضوع كتير كبير، تكسره أو سقوط الشعر وتكسر الأظافر ممكن يكون عنده عدة يعني مشاكل أو أسباب، فعشان هيك لازم نعمل مع طبيب تعملي فحوصات، تتأكدي من الكالسيوم، نتأكد من الحديد ومخزون الحديد، ونتأكد من الزنك، وتتأكدي إنه ما عندك مشاكل في الغدة الدرقية، لأنه هدول كلهم ممكن يؤدوا لمشاكل في الأظافر. الحل الحبوب إذا كان عندك نقص رح يفيد، بس إذا ما كان عندك نقص في الزنك زيادتها ما رح تفيد أبدا. فعشان هيك أنا بفضل تراجعي طبيب ومختبر، تعملي فحوصات تتأكدي إذا في عندك مشكلة. إذا كان في عندنا مشكلة في مخزون الحديد أو الزنك، وقتها الحبوب راح تفيدك، وممكن تاخديها من مصادر غذائية، يعني الزنك موجود في البقوليات، حمص، فول، فاصوليا، موجود في اللحوم، موجود في المكسرات، هاي كلها أغذية بتحتوي على الزنك وبتحتوي على السيلينيوم وبتفيد الشعر والأظافر. وإذا حلت المشكلة طبعا وكان في عندك نقص، وقتها مع الطبيب تاخدي الجرعة المناسبة من المكملات إذا احتجتيها. رح أكمل شوي، بس بعد ما قبل ما أكمل شوي في معنا اتصال، معنا عبلة. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيفك؟
اهلين اهلين، تفضلي استاذه. انا بدي استشيرك، انا عندي بعاني من غده درقيه اوكي، زياده وزن، وهيك احيانا بحس حالي جوعانه بدون مناسبه يعني، فمش عارفه شو بدي اعمل. عندك نقص في افراز الغده الدرقيه؟ اه بزيد وزني. تاكلي ثلاث وجبات في اليوم؟ تاكلي الفطور ولا ما بتاكلي؟ لا من جديد بديت انتظم بالفطور. اوكي، وعم بتراجعي مع طبيب دائما تعملي فحوصات للغده؟ اوكي، كل ثلاث شهور بعملها. ايش بتاكلي بين الوجبات؟ احيانا خضار يعني. خضار، اوكي. وزنك طبيعي؟ ما عندك سمنه؟ لا لا عندي، مع هي اللي معاني من السمنه. اوكي، ولا يهمك، هلا بجاوبك. هلا مشكلة التحكم، هلا كتير منيح انه انت عم تاكلي ثلاث وجبات، يمكن ما عم تاخدي كفاية من الوجبات الخفيفة ما بين الوجبات اللي بتساعد على تحفيز الأيض عندك او الحرق، وممكن كمان ندخل شوي الرياضة للأشخاص المصابين بالغدة الدرقية، ممكن مشي ثلاث مرات اربع مرات في الأسبوع مدة نص ساعة، وممكن ناخد وجبات سناكس خفيفة ما بين الوجبات الأساسية من أنواع الفواكه المختلفة، ممكن تروحي كمان على الفواكه المجففة، وممكن تشوفي تقيمي نظام غذائك، ممكن ما عم تاخدي حليب كفاية لبن كفاية، هدول ممكن كمان ندخلهم بين الوجبات وتساعدك في انك تتحكمي بالشهية او ما يصير عندك جوع شديد. وممكن كمان تنتبهي اذا ما بتاخدي وجبة العشاء ممكن ناخدها بكير، يعني ما نقعد مثلا بعد الغداء ونضلنا طول الفترة هاي مش ماكلين، بصفي الصبح رح تقومي كتير جوعانة، ممكن تحاولي تاخدي وجبة صغيرة المساء قبل ما تشعري بالجوع الشديد، ممكن على الساعة 6-7 وجبة صحية عشان تقدري تكملي نهارك وتاني يوم ما تقومي كتير جوعانة. يعني بده يكون في عنا تنظيم للوجبات ونشوف ايش هو السبب بيؤدي للجوع الشديد. رح أرجع لآخر شغلة بموضوع النحافة، كتير من الأشخاص اللي نحاف بيأكلوا وجبة في اليوم أو وجبات قليلة، هذا مع الوقت كمان بيقلل من الشهية عندهم أو القدرة على تناول الطعام. أكيد أول أسبوع ما رح يكون لهم سهل إنهم يتبعوا نظام غذائي أو يبدوا بوجبة الإفطار، ممكن أول أسبوع أسبوعين ما يصير في زيادة في الوزن، ولكن تدريجيا مع تنظيم الأكل، يعني إذا هو ما بفطر بدأ يفطر ويزيد الكمية تدريجيا، رح يصير في عنا زيادة في الوزن ولكن بدها وقت. بدي أنبه إنه ما ياخدوا كميات كبيرة من الحلويات كطريقة لزيادة الوزن، أو ياخدوا كميات كبيرة من القهوة والشاي، لأنه معظمهم كتير أغلبيتهم بياخدوا وجبة وجبتين بنهار وبيشربوا كميات كبيرة من المشروبات زي القهوة والشاي، هاي كلها فيها كافيين وممكن كمان تقلل من الشهية أو ما تخلي لهم مجال إنهم يأكلوا، خاصة إنه جسمهم مش متعود إنهم ياخدوا وجبات خلال النهار. فهاي الوجبات يستبدلوها بوجبات أخرى صحية، لأنه حتى اللي نحاف واللي عندهم نحافة شديدة بدهم يزيدوا من وزنهم ولكن بطريقة صحية، إحنا ما بدنا نزيد من الدهون، بدنا إذا كان نسبة الدهون طبعا أقل من الطبيعي بدها تزيد شوي، ولكن كمان بدنا نزيد من الكتلة العضلية عن طريق إنه نتناول عدة وجبات، ممكن يبدوا بثلاث وجبات إذا ما كانوا أبدا يأكلوا وجبات خلال النهار أو وجبة واحدة، وهاي الثلاث وجبات ممكن تصير أربعة وخمسة كمان بأنه ندخل وجبات بسيطة لإلها. هيك كانت حلقتنا لاستشارة على الهواء عن موضوع النحافة، وبرضه جاوبنا أسئلة تانية واستفساراتكم، ومنلاقيكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.